مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. حنا ان شاء الله نتكلموا على واحد المرض اللي كيصيب الارانب واللي كيعاني منه غالبية ديال يعني المربين، وما فاهمينش يعني انه مرض بسيط ممكن اننا نديروا الوقاية منه، ماشي نخليه حتى يكون عاد باش نديروا له العلاج. هذا المرض هو انتفاخ الارانب. الانتفاخ ديال الارانب اغلبيه كيجي عند من؟ كيجي عند الصغار ديال الارانب. انا نهضروا على يعني الاسباب ديالو، يعني علاش كيجي هذا الانتفاخ ديال الارانب. يعني كتلقى الارنب يعني مكمش في واحد الكوان، يعني في واحد القنت، وما باغيش ياكل. اشنو كتقول؟ كتقول يمكن راه فاقد الشهيه. الا كنت متاكد ان الا هزيتي هذاك الصغير غادي تلقى البطن ديالو مختلفه على خوتو، غتلقى كرشو منفوخه. علاش؟ شنو السبب من اللي كيؤدي لهذا الانتفاخ؟ ببساطه وهو اننا غادي نشدوا يعني علافه بحال هذه، لان دابا شحال من واحد كيكون عنده علافه يعني بحال هذا الشكل هذا ديال الكبار. يعني كيقول لا، يعني كنهضر على اقفاص يعني الاحترافيه. غادي نقولوا بلي هنايا انايا هذا يعني العلافات انا سديت عليهم، يعني لان كيدخلوا هنايا اشنو كيوقع؟ كيدخلوا وكيبقاو يديروا الفضلات ديالهم، لان هنايا ما بين العلافه يعني العلافه والعلافه، شوفوا هنايا هذا بالنسبه لهذا ما يمكنش انه غادي يدخل هنا مثلا، لان تبارك الله راه كبير. اما هاد الصغار هادو انا سديت على هاد العلافات، لان كيدخلوا اشنو كيديروا؟ كي الفضلات ديالهم عزكم الله، وحتى يعني كيفزقوا يعني البول ديالهم كيتخلط مع الاكل. الا مشى تخلط مع الاكل مباشره كتجيهم جوج حالات، كتجيهم اما الكوكسيديا وهي لا دياري، كتجيهم في كرشهم يعني كتولي كرشهم يعني مسهوله، او كتجيهم الانتفاخ. والانتفاخ الاغلبيه ديال المربين ما كيعيقوش به. علاش؟ لان كيكون الارنب يعني غير يعني مكمش في واحد الجهه، وما كيبان ما كتعيقش به انه ماكلاش. يعني منين تشوفوه ماكلاش عرف بلي راه خصك تقلب له البطن ديالو. الا قارنتيه مع خوتو ماشي غادي يكون هو نقولوا البطن ديالو كبيره، يعني راه انه بصحه جيده وراه شبعان. لا، بحال هذا راه كان عندي مريض. هذا لاحظوا ان هنا الا قصت له هنايا في الظهر ديالو كتلقاه ضعيف بالمقارنه مع الاخرين، كتلقاه هنايا شويه ديال اللحم هنايا، هو كان ضعيف من هاد الجهه. منين هزيته قلبت له البطن ديالو، دابا راه تفشت شويه، لقيت البطن ديالو منتفخ هاك. يعني كيبان لك هو راه نورمال، ولكن كي تشوفوا الارنب ما بغاش ياكل، يعني خصكم المراقبه. يعني هاد التربيه ديال الارانب ما خصش الواحد يقول انا غندير الارانب وغادي نخليهم في واحد الكاج وغنبقى نمد لهم غير الاكل وصافي، هما غيبقاو يتكاثروا، غادي نهز الارانب وغنبقى نذبح وغنبقى نبيع وغنبقى نربح. فعلا تربيه الارانب مربحه. يعني شحال من واحد راه في لي كومونتير يعني كيشكروني باللي كيقولوا لي الناس راك حببتينا في هذا القطاع وهاد التربيه ديال الارانب من خلال الفيديوهات ديالك. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. وبالنسبه لهاد المرض، هاد المرض هذا خص المراقبه. يعني هاد الانتفاخ هذا ما كيدومش بزاف، بعدا ممكن انه يبقى غير نهار دغيا كيبرى. يعني ماشي بحال الكوكسيديا. الكوكسيديا يعني لا دياري ملي كتجري لهم كرشهم كتبقى واحد 3 ايام 4 ايام والارنب كيعاني. اما بالنسبه الانتفاخ البطن هو غير غازات، ماشي شي حاجه دغيا. العلاج ديالها بسيط للغايه، وهو هذا. هو انا درته في هذه القرعه هذه، هي انا غنوريكم كيفاش داير هذا يعني الدواء ديال هذا المشكل هذا. انتم معذروني، غادي نحط البورطابل وغادي نحل القرعه باش نوريكم هذاك كيفاش داير. هو داير بحال الشكل ديال الملح، ولكن مطحون بزاف، مطحون جيدا. هو اشنا هو بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم ارخص ما يكون،
تخيلوا ان هاد القرعه كلها عامره عامره ممكن تلقاوها ب 4 دراهم، يعني بيكربون الصوديوم كتكون في واحد الباكيه اللون ديالها لومبالاج اخضر. انا كنديرها قرعه هنايا باش ما كتطلقش الريحه مع المده. انا جربتها الا خليتيها هما كيكونوا عاطينها في واحد الميكا، مع المده كتبقى تطلق واحد الرائحه الا حليتيها. المهم الا درتوها في قريعه بحال هكا ديال الزاج، كونوا متاكدين راه غير ربع ملعقه في لتر ديال الماء، يعني بحال هاد الماء هذا هانتوما، انا تقريبا واحد نصف سيترو ديال الماء. ممكن ديروا ربع ملعقه او نصف ملعقه في مع ايترو ديال الماء وتعطيوها لهم. كونوا متاكدين انه راه دواء، يعني علاج، يعني فعال جد جد فعال. انا اللي كنطلب منكم ماشي هذا بيكربونات الصوديوم، ماشي ديروه ك تي مرض الارنب عاد ديروه له. يعني بغيتوا انكم يعني من لابد، حنا نقولوا على الاسباب، من لابد ما واحد النهار بحال دابا انا عاطيهم الطاسات هادو ها هو، وعاطيهم الفصه، من لابد ما يطرحوا الفضلات ديالهم او يتبولوا فوق اعزكم الله، ان يوسخوا الاكل ديالهم وغي ياكلوا منه، من لابد. يعني الى مشات طرات هذه الحاله، انتم هذا بيكربونات الصوديوم ما غاديش ديروه ك علاج، يعني حتى مرض الارنب خاصكم ديما تبقوا حاضين انه فينا هو اللي كرشوا من فوخه، شكون هو اللي ما كياكلش. انتم ديروه كوقايه، يعني منين تكون عندكم واحد الخلفه بحال هذه غير تحسوا بالماء بدا كينقص، بدلوا هذاك الماء وديروا لهم عاوتاني بيكربونات الصوديوم، راه ما غادي يضرهم والو. واخا يعني يشربوه بلا ما يكونوا مراضين، راهم غادي يكونوا بالعكس، غادي يولي الجهاز الهضمي ديالهم يعني ما فيش انتفاخات، وغادي يولي يعني كياكل مزيان، يعني كيولي خفيف، الارنب خفيف. وتا بالنسبه للانسان راه الا بغيتو، تا الناس اللي عندهم لي غاز، يعني في الغازات في البطن ديالهم في المعده، كتحس براسك ديما عيان ديما ما ماشي هو هذاك، دير غير ربع ملعقه مع يترو ديال الماء وبقى تشرب من هذاك الماء. هذاك الماء كونوا متاكدين انه كيخفف عليك، كيولي كتولي انت خفيف. كذلك بالنسبه للارانب، حتى يعني الجهاز الهضمي ديالهم الا كان مزير وتنفخ، كونوا متاكدين ان الماكله ما كيبقاش ياكل، كيولي ضعيف وبالتالي كيموت، لان الانسان يقدر يحتمل. اما بالنسبه للارنب، ارنب صغير غادي يكون بطنه منفوخه ما قادرش يحتمل، حتى كتلقى واحد النهار كتصبح كيصبح ميت. اذا هاد البيكربونات الصوديوم راه موجود ومتاح عند جميع الصيدليات، يعني لا البشريه لا البيطريه، غير سيروا عقلوا على بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم باكيه صغيره كدير 4 دراهم، باكيه كبيره كدير 6 دراهم، وراه كيعطي واحد الكميه كبيره، راه تقريبا واحد نقولوا طيب كميه كبيره بزاف، ممكن انكم تضرب لكم العام، لان كديروا غير ربع ملعقه وهما راه كيعطي واحد الكيس مليء بزاف، كاع عاطينو كيعطيو بزاف، الباكيه الكبيره 6 دراهم راه ممكن تضرب لكم سنه. اذا هاد بيكربونات الصوديوم من لابد ما يكون عندكم الصيدليه الصغيره ديالكم. يعني بالنسبه للارانب، ملي تكون عندكم الادويه الخاصه بالارانب يكون عندكم حتى بيكربونات الصوديوم، ومنين تبقاو تعطيو يعني فيما ينقص الماء على الصغار عطيهم عاود، وكذلك حتى الكبار ماشي مشكل. بيكربونات الصوديوم ما غادي يضرهم ما والو، غادي بالعكس غادي ينفعهم. المهم باش تقولوا لا واش غادي يضرهم، ما كيضرش، بالعكس غادي ينفعهم وغادي تحسوا بهم، ولات عندهم الشهيه على الاكل، وبالتالي غادي يولي بصحه جيده. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، مبروك عواشركم، رمضان مبارك سعيد، يدوز عليكم بالرزق والصحه والهناء ان شاء الله. وان شاء الله منين يكمل كنتوقعوا ان هذا الفيروس ديال كورونا كوفيد 19 ان شاء الله ما يبقاش، ونرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. يعني كاع الناس اللي تضروا من خلال هاد الشهور اللي فاتت، يعني يساعدوا التجارات ديالهم والصناعات ديالهم، كنطلبوا الله انه يحيدوا علينا. وكنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم.
تكيو على زر جام، ما تنساوناش بزر جام، ضغطوا على زر جام باش تساندوني وهاد القناة تزيد القدام، ونبقى نصيفط لكم فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.